اهلا، نحييكم مجددا من الملعب الوطني بلاغوس قبل ضربة الفداء لهذه المباراة الثانية للمنتخب التونسي وكذلك المنتخب المغربي ضمن المجموعة الرابعة في الدورة الثانية والعشرين نهائيات كأس افريقيا للأمم 2000. اذا امام المنتخب التونسي على اليسار بالالوان البيضاء والمنتخب المغربي بالالوان الخضراء بإدارة الحكم السنغالي مضيفلة وكذلك بمساعدة رافائيل جيريرو ألونزو من إسبانيا ودونتي دراماني من مالي والحكم الرابع ألان سارس من فرنسا. إذا نحن في انتظار النشيدين المغربي والتونسي في هذه المباراة. إذن كان هذا النشيد التونسي قبل ضربة البداية لهذه المباراة وعلم تونس في مدارج الملعب الوطني بلاغوس وسنستمع إلى النشيد المغربي. إذن كان هذا النشيد المغربي كذلك ونذكركم بالتشكيلتين ونبدأ بتشكيلة المنتخب التونسي. إذن شكري الواعر سيكون في حراسة المرمى وقائد الفريق مع خالد بدر، سامي ترافيلسي، زبير بيا، عادل السليمي، سراج الدين الشاحي، رضي الجعيدي، طارق ثابت، حسن الجابسي، زياد الجزيري ووليد عزيز. هذا بالنسبه الى التشكيله الاساسيه. بالنسبه الى الاحتياطيين منير بوقديد، علي الزيتوني، قيس الغزبير، رياض البعزيزي وكذلك راؤول بوزيان وايضا حاتم الترابلسي والبشير المقعد وعماد المهذبي خارج القائمه. بالنسبه لتشكيله المنتخب المغربي اللي عنده ثلاث نقاط بعد لقاء امام المنتخب الكونغولي، خالد الفهيمي في حراسه المرمى، قائد المنتخب المغربي نور الدين النيبت في خطه قلب دفاع متاخر، قلب دفاع متقدم هو جمال السلامي، الظهير الايمن عبد الله الصاب المحترف في فريق سبورتينغ لشبونه، عبد الكريم الحضريوي من الجهه اليسرى، وسط ميدان المنتخب المغربي متكون من يوسف شيبو، سعيد شيبا، طاهر النخلج، كذلك مصطفى حاجي. بالنسبة لثنائي هجوم المنتخب المغربي متكون من عبد الجليل حدا او كاماتشو المحترف في فريق خيخان الاسباني وعدي رمزي اللي ينتمي لفريق فيلام 2 الهولندي، نذكره مرة أخرى بطاقم التحكيم فلاندو والحكم السنغالي هو الحكم الأول، مساعده الأول هو رافائيل جيريرو ألونزو ودراماني دونتي الحكم المالي هو المساعد الثاني للحكم فلاندو. بطبيعة الحكام المساعدين هذوما كانوا حاضرين في اللقاء الأول أمام المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري، وقتها كان الحكم ألان سارس.
اللي في اللقاء زي هو الحكم الرابع بتبيع المرة الثانية منجي في تاريخ المنتخبين يتقابلوا في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بعد 1978، واليوم اللقاء رقم 41 في تاريخ المنتخبين، المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. معناها المنتخب المغربي أكثر منتخب نجم نقول تبارى معها المنتخب الوطني التونسي في سجله مع مختلف المنتخبات. وطبعا الحكم السنغالي امامكم اندري فلا باش يعطي ضربة البداية لهذه المباراة الثانية، مباراة ذات ست نقاط ان صح التعبير بالنسبة الى هذه المجموعة الرابعة، باعتباره ان نيجيريا في المرتبة الاولى باربع نقاط بعد مقابلتين، الفوز على تونس 4-2 والتعادل مع الكونغو امس 0-0، والمغرب في المرتبة الثانية بثلاث نقاط بعد انتصار على الكونغو بهدف مقابل 0، والكونغو في المرتبة الثالثة بنقطة بعد مقابلتين كما ذكرت، تونس في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط. وضربة البداء إذن والمنتخب المغربي بالألوان الخضراء والحمراء، ترجع الكرة لفيت المنتخب المغربي عن طريق عبد الإله صابر، وتدخل زبير بيا طويلة إلى زياد الجزيري، ثم ترجع الكرة لعادل السليمي داخل مناطق الجزاء، والحكم يخلي اللعب الحكم السنغالي. بداية قوية من جانب المنتخب التونسي في هذه المباراة بعد تبادل كورة من عادل السليمي وزياد الجزيري، وكذلك عادل السليمي، وتدخل دفاع المنتخب المغربي نور الدين النيبت قائد المنتخب، خرج الكورة رمي التماس، تدخل من راضي الجعايدي، امامكم راضي الجعايدي، ترجع الكرة ليوسف شيبو اللي كان وراء توزيع هدف الفوز للمنتخب المغربي بعد تمهيد من هذه فرصة أخرى ممتازة من حسن القرسي زياد الجزيري، وتدخل مرة أخرى من دفاع المنتخب المغربي عبد الكريم الحضريوي، تتنفذ رمية التماس حسن القرسي وتمشي الكرة للحارس خالد الفهامي، خالد الفهامي إذن باش ترجع الكرة، ترجع الكرة لمصطفى حاجي وتتحول لليسار، لكن يتدخل خالد بدرة أمام عادل رمزي، ومصطفى حاجي يخلي الكرة إذن للظهير الأيسر عبد الكريم الحضروي اللي هو أساسي في هذه المباراة إلى جانب جمال السلامي، وكذلك عادل رمزي، ترجع الكرة زياد الجزيري، يبعد زياد الجزيري يمد كرة ويتدخل الدفاع، ترجع من جديد إلى عبد الكريم الحضريوي، وتقريبا ثلاثة دقائق لعب في هذا الشوط الأول من لقاء تونس والمغرب، والنتيجة تعادل 0-0، وكل المحاولات عبد الرحمن لفريق المنتخب التونسي في بداية هذه المباراة، والمنتخب التونسي أمامه طريقة واحدة وهي الانتصار ولا شيء غير الانتصار في هذه المباراة، في انتظار المباراة الثالثة في كانو يوم الخميس القادم أمام الكونغو. رجل جعايدي في اتجاه زياد الجزيري وتدخل السلامي، وثم محاولة التسرب من طريق ثابت لكن ترجع إلى المنتخب المغربي، مصطفى حاجي يرجع إلى عبد الكريم الحضروي في اتجاه عبد الجليل حدا وكاماتشو، محاولة ثنائية تتقصوا سيراج الدين الشيحي زياد الجزيري، زبير بيا يحاول يتخلص من سعيد شيبا لكن تتقص من يوسف شيبو، ثم تدخل من وداع زايز، ومرة أخرى السلامي في اتجاه صبير إلى عادل رمزي، صبير مرة أخرى في اتجاه كاماتشو، والتدخل من خالد بدرة في اتجاه راضي الجعايدي، خروج بالكرة بسهولة للاعبي المنتخب الوطني التونسي حسين الجيبسي، بعد على عادل رمزي يرجع إلى خالد بدرة في اتجاه وليد عزيز يقرب له سعيد شيبة، لكن يرجع إلى سامي ترابلسي، خالد بدرة محاولة اخراج ويد عزيز مرة اخرى، لكن او عادل السليمي في اتجاه الحارس خالد الفهامي المحترف في فريق دينامو بوكارست الروماني،
بالنسبة للمنتخب المغربي منجي عنده نفس العدد من المشاركات كما المنتخب التونسي، مشاركته التاسعة في الكأس الأفريقي الأمم وفي رصيده كأس أفريقيا الوحيدة كانت حصل سنة 1976. سعيد شيبر كان تدخل من خالد بدرة ثم الأسبقية لرجل الدين الشيحي في حواره مع يوسف شيبو، ثم مخالفة لصرح المنتخب الوطني التونسي، مخالفة لصرح المنتخب الوطني التونسي في مناطقه، ثم إصابة ليوسف شيبو لاعب فريق كوفنتري الانجليزي. بالنسبة للمنتخب المغربي اللي سجل انتصار فقط هدف مقابل صفر في اللقاء الاول، وكان الهدف كان سجله بصير، لكن اليوم منجي المدرب وني ميشيل علاش ما عولش منذ البداية على بصير، خاطر اللاعب هذايا تنقص المباريات، مصاب في فريق ديبورتيفو لا كوروني، وعلى ذاك خير عليه عادل رمزي إضافة إلى كاماتشو باعتبار أن أحمد بهجة كذلك ما قدمش المستوى المتعود به مع المنتخب المغربي. بتبيع نذكره بعدد لقاءات بين تونس والمغرب على مستوى المقابلات 40 مقابلة إلى حد الآن، والسبع انتصارات منها للمنتخب الوطني التونسي. وين بسترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي، اذا بالقياس مع المباراة الاولى امام الكونغو امام المقعد الاحتياطيين للمنتخب المغربي، هاري ميشيل مدرب المنتخب المغربي قام بثلاثة تغييرات، جمال السلامي اخذ مكان رشيد النكروز، وايضا احمد باجا ترك مكانه الى عادل رمزي، وكذلك يوسف مريانا ترك مكانه على عبد الكريم الحذروي. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي سامي الترابلسي، حسن الجابسي في اتجاه وليد عزيز، طبعا طارق ثابت على اليمين يتسرب كجناح ايمن، وايضا وليد عزيز كجناح ايسر. هذه فرصة للمنتخب التونسي، يتدخل دفاع المنتخب المغربي محمد، بل يتدخل مدافع المنتخب المغربي جمال السلامي امامنا كاماتشو، لاعب خيخو كان يلعب في فريق النادي الافريقي كذلك في تونس. ترجع الكرة خالد بدرة، رافي جايدي مدرب المنتخب التونسي فرانكو سكولي، وعلى امتداد الايام الاخيرة في كل حصة تدريبية طبعا يقدم تشكيلة، كان رؤوف بوزيان على اليسار، وكذلك رياض البوعزيزي ممكن في التشكيلة الاساسية، وكذلك علي الزيتوني، ولكنه غير في اخر لحظة مصطفى حاجي، وهناك تسلل من كاماتشو. ترجع الكرة حسن الجابسي من شكري الوعر، زبير بيا، وليد عزيز، سراج الدين الشيحي، زبير بيا، حسن الجابسي. ترجع الكرة من جديد خالد بدرة، تقريبا وصلنا الى 8 دقائق في هذا الشوط الاول، ودائما التعادل 0-0 بين المنتخبين التونسي والمغربي في هذه المباراة الثانية في المجموعة الرابعة. خالد الفهامي اللي كان متألق في المباراة الأولى أمام الكونغو، الكونغو اللي كان مفاجأة هذه الدورة إلى جانب المنتخب الكامروني. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي لفريق كاماتشو، وتقريبا 10 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، والتعادل 0-0 بين الفريقين. باش ترجع بمخالفة منجي لصالح المنتخب المغربي، كانت توزيعة من السلامي وفي اتجاه لاعب عادل رمزي، لكن تهرب عليه ما يحقش على الكرة عادل رمزي، وستة امتار لصالح المنتخب الوطني التونسي. كما قلنا ثنائي هجوم جديد في المنتخب المغربي، عادل رمزي وكذلك عبد الجليل حدة او كاماتشو. ترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي، ستة امتار، رافي جعايدي في الدفاع، محاولة تخريج الكرة بسرعة المنتخب التونسي، سراج الدين الشيحي في اتجاه رافي جعايدي، رافي جعايدي ينتظر في الحلول، يرجع الى سراج الدين الشيحي، يتقدم له سعيد شيبا، يغير وجهة اللعب في اتجاه سامي ترابلسي، سامي ترابلسي ويدع زايز، ويدع زايز يقرب له صبير، يرجع الى شكي الوعر قائد المنتخب التونسي، 71 مقابلة دولية الى حد الان في رصيده الحارس شكري الوعر. خالد بدرة، رافي جعايدي، رايد الجعادي يقرب له شيبو في اتجاه طارق ثابت،
طارق ثابت زيد الجزيري، زيد الجزيري تتقسلوا من مصطفى حاجي والتغطية ممتازة من رضي الجعايدي، سبق كورته مصطفى حاجي أحسن لاعب أفريقي 1998، وثم بالمرصاد رضي الجعايدي تماس المنتخب المغربي عن طريق عبد الكريم الحضريوي، عبد الكريم الحضريوي ثم خالد بدرة أسبق من سيد شيبة، والكرة عند مصطفى حاجي في اتجاه طاهر الخلج، طاهر الخلج يغير وجهة اللعب من الجهة اليمنى في اتجاه صبير، صبير صبير التوزيع عالية والتدخل من رضي الجعايدي، رضي الجعايدي وسامي طرابلسي مرة أخرى، طاهر الخلج يرفع الكرة في منطقة المنتخب الوطني التونسي، ورضي الجعايدي قبل كاماتشو ممتاز، حسن الجبسي، حسن الجبسي، سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي يخلي الكرة لزبير بيا، زبير بيا في اتجاه زيد الجزيري، حسن الجبسي، حسن الجبسي ما فهموش عادل السليمي، وترجع للحارس خالد الفهامي. خالد الفهامي حارس المنتخب المغربي اول كأس افريقية للامم في سجله، الحارس هذا اصبح اساسي في المنتخب المغربي، وحارس الاحتياطي هو مصطفى الشاذلي، توزيعة من خالد الفهامي بالرأس من سعيد شيبة، عادي رمزي، عادي رمزي تسديدة لحارس شكي الوعر، وحارس شكي الوعر ممتاز في هذا التصدي، التسديدة المباختة من عادي رمزي، سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي المنتخب التونسي حاول يخرج مراتقه بسرعة، سراج الدين الشيحي، وليد عزيز، وليد عزيز 8 مقابلة دولية مع المنتخب التونسي وزوز أهداف، زياد الجزيري، زياد الرأسية متاعه رغم التدخل من الدين النديبت وثمش مخالفة، الكرة ترجع للمنتخب المغربي، عبد الكريم الحضريوي، عبد الكريم الحضريوي يرجع رضي الجعايدي، حسن الجيبسي. وباش يتم تغيير على ما يبدو على خط التماس، هناك رشيد بن محمود وضربة مخالفة لتهيئة المنتخب التونسي، ورشيد بن محمود بدأ المدرب هوري ميشيل مدرب المنتخب المغربي يفكر في التحويلات منذ بداية هذه المباراة، ورشيد بن محمود اللي كان خدمه كان طاهر الخالج في المباراة الأولى أمام الكونغو، طارق ثابت أمامنا الظهير الأيمن للمنتخب التونسي، والورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة ضد نور الدين النيبت قائد المنتخب المغربي، وفرصة لتهيئة المنتخب التونسي، وبعد لحظات باش يتم التغيير أو عبد الكريم الحضريوي بالنسبة إلى الإنذار، وتغيير إذا في تشكيلة المنتخب المغربي، رشيد يوسف شيبو بن محمود، لحظة قلت رشيد بن محمود هو اللي باش يدخل مكان يوسف شيبو، إذا هذا هو التغيير الأول كما ذكرت، رشيد بن محمود ياخذ مكان يوسف شيبو، ورشيد بن محمود اللي كان عوض طاهر الخالج في المباراة الأولى أمام الكونغو زبير بيا، وتمر الكرة بعيدة على رضي الجعايدي ووليد عزيز كذلك، ترجع الكرة لفيت المنتخب المغربي، طويلة في اتجاه عادل رمزي، وضع لي الكرة تمشي رمي التماس لصالح المنتخب التونسي في هذه المباراة بعد مضي تقريبا 13 دقيقة الآن، ودائما التعادل صفر من قبل صفر، هذا اللقاء يدور أمام بضعة آلاف من الجماهير والمئات من مشجعي المنتخب المغربي ومناصري المنتخب التونسي كذلك، طارق ثابت، تدخل من عبد الكريم الحضريوي، زياد الجزيري، باية من زياد الجزيري، وتمر الكرة تمشي زبير بيا، خليها تخرج رمية التماس، زبير بيا في تنفيذ رمية التماس، ينفذ رمية التماس، ترجع الكرة من جديد لزبير بيا، عادل السليمي تغطي على الكرة وتخرج الكرة لفريق المنتخب المغربي، تمشي لمصطفى حاجي طويلة في اتجاه كاماتشو في التماس للمنتخب التونسي، رضي الجعايدي أمامنا، مصطفى حاجي لاعب كوفنتري من مواليد 71، طارق ثابت في تنفيذ رمية التماس، ترجع الكرة من عبد الكريم الحضريوي، رمية التماس لفريق المنتخب التونسي،
طارق ثابت، حسان الجابسي، ما تمش تسلم، ثم عادل السليمي تحول على الجهة اليمنى، والحارس خالد الفهامي. وصلنا تقريبا الى 4 ساعة لعب في هذا الشوط الاول، ولا تغيير في النتيجة، دائما التعادل بين تونس والمغرب 0-0 في هذا الشوط الاول. الكرة ترجع الى المنتخب المغربي عن طريق قائد المنتخب المغربي نور الدين النيبت. نور الدين النيبت في اتجاه لاعب بن محمود، وفي اتجاه مصطفى حاجي. مصطفى حاجي بلت عنده الكرة، 1-2 مع عادل رمزي. عادل رمزي يرجع الى بن محمود اللي خذا مكان يوسف شيبو في تشكيلة المنتخب المغربي. عبد الكريم الحضريوي مرة اخرى، رمزي، عادل رمزي مفهمش مخالفة. خالد بدرة امامه نور الدين النيبت، ثم المساندة من عادل السليمي، باش يحاول يسدد وقريبة برشا، قريبة برشا من القائم الايسر للحارس خالد الفهامي. بطبيعة كانت امامه رواق، كانت امامه ثغرة اللاعب خالد بدرة، وسدد وجرب حظه وكاد يغالط الحارس الفهامي. والفرصة اخرى للمنتخب الوطني التونسي في بداية هذه المباراة، صعود خالد بدر الهجوم والتسديدة متاعه تقريبا على بعد 19 متر من مرمى حارس الفهامي. ترجع 6 أمتار للمنتخب المغربي. مصطفى حاجي ما يراوش كرة بكده، طارق ثابت، حسين الجابسي حاول يرجع طارق ثابت تقصيرة، والتدخل الاخير من السلامي وعبد الكريم الحضريوي ومصطفى حاجي. اللمسة الأخيرة حاليا في منطقة جزاء المنتخب المغربي بطبيعة الذين تنقص حاليا، سامي ترابلسي ثم تسلل ضد عادل السليمي لصالح المنتخب المغربي. أبرز فرصة لمنتخبنا الوطني التوغل الممتاز من خالد بدرة والتسديدة متاعه اليسارية، وترجع للمنتخب المغربي ثم تسلل عن طريق السلامي. سلامي في اتجاه لاعب صبير يخلي سعيد شيبة كجناح ايمن، سعيد شيبة يوزع على مستوى القائم الثاني، وثم رضي جعايد يقبل عادل رمزي. مصطفى حاجي في حواره مع طارق ثابت، وثم مخالفة للمنتخب المغربي، مخالفة جانبية للمنتخب المغربي. ثم عادل رمزي ومصطفى حاجي امام الكرة. عادل رمزي المحترف في هولندا ينفذ بسرعة في اتجاه مصطفى حاجي، سدد وتزيد أرضية، والحارس شكي الوعر في المكان المناسب. حالة المنتخب الوطني، قائد المنتخب التونسي شكي الوعر باش يرجع الكرة ذي بعد التسديدة الضعيفة لمصطفى حاجي. سامي ترابلسي رويدا رضي الجعايدي يرجع إلى خالد بدرة يشوف في تمركز زملائه بالنسبة لأي لاعبي المنتخب التونسي. وليد عزيز في اتجاه عادل السلامي والتدخل من السلامي، وثم تمس المنتخب الوطني التونسي. فتنا الربع ساعة الأول لهذه المباراة الثانية للمنتخبين بالنسبة للمجموعة الرابعة، أصعب مجموعة في ذي الكأس الأفريقية، وخاطئة من زبير بيا، وثم تمس المنتخب المغربي. الظهير الأيمن صابر هو باش ينفذ التماس، لاعب الرجاء البيضاوي سابقا، لاعب فريق سبورتينغ لشبونة حاليا. صابر باش ينفذ التماس، يبحث على المساندة، ثم سعيد شيبة ترجع له العالية في اتجاه اللاعب كاماتشو، لكن ثم ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي. التماس للمنتخب الوطني التونسي عن طريق وليد عزيز يبحث عن المساندة، يلقى سراج الدين الشاحي في اتجاه سامي ترابلسي، محور دفاع المنتخب التونسي لجانب خالد بدرة، وكذلك رضي الجعايدي يميل من الجهة اليمنى لدفاع المنتخب. سراج الدين الشاحي طويلة في اتجاه وليد عزيز يلقى سامي ترابلسي. سعيد شيبة إلى بن محمود في اتجاه الحضريوي كاماتشو، مصطفى حاجي كجناح ايمن، مصطفى حاجي في اتجاه رمزي مع سامي ترابلسي. سعيد شيبة عبد الله صابر في اتجاه رمزي، يتبع فيه خالد بدرة في اتجاه زبير بيا أرضية، زياد الجزيري حاول يقرب مناطق 18 متر للمنتخب المغربي، ثم الحوار بين زياد الجزيري وكذلك السلامي، وثم مخالفة لصالح المنتخب المغربي في مناطقه.
سلامي اللي خذا مكان رشيد نقروز بالنسبة لمحور دفاع المنتخب المغربي إلى جانب نور الدين النيبت هو قائد الفريق. بترجع بمخالفة في منطقة المنتخب المغربي الفهامي إلى السلامي مرة أخرى. سلامي سلامي يرجع له طاهر الخلش متوسط ميدان دفاعي في فريق بنفيكا لشبونة البرتغالي. بن محمود بن محمود إلى الصابر صابر صابر أمام وليد عزيز يرجع إلى بن محمود بن محمود في اتجاه كاماتشو مرة أخرى. صابر 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 يحاول يتوغل أمامه سامي ترابلسي واحد اثنين بين صابر وكذلك كاماتشو. ثم مخالفة لصالح المنتخب المغربي مخالفة وثم انذار ثم انذار ضد سامي ترابلسي. إعادة للحوار بين صابر الظهير الأيمن للمنتخب المغربي وسامي ترابلسي في محور دفاع المنتخب التونسي وثم مخالفة لصالح المنتخب المغربي هو الانذار الثاني في هذه المباراة منجي. وكذلك بعد انذار كذلك ضد عبد الكريم الحذاوي من المغرب وتنفيذ ضربة المخالفة لفريق المنتخب المغربي عن طريق عبد الإله صابر تتنفذ ويتدخل شكري الواعر. ترجع الكرة من فرصة وتدخل من دفاع المنتخب التونسي طارق ثابت تخرج الكرة ترجع أمام مقعد الاحتياطيين للمنتخب المغربي زبير بيا. فرصة كذلك للمنتخب المغربي ترجع الكرة بسرعة لفيات المنتخب التونسي. عادل السليمي يتحول من اليسار إلى اليمين حسان الجرسي وضربة مرمى يقول المساعد الإسباني رافائيل جرير والونزو. هذه المحاولة الأخيرة وعاد رمزي ثم تدخل طارق ثابت باش خرج الكرة من مناطق الجزاء باش ترجع الكرة بضربة مرمى لفريق المنتخب المغربي. خالد الفهامي في تنفيذ ضربة المرمى ترجع الكرة الطويلة راضي الجعايدي مع كاماتشو. عادل السليمي يبدل هو زياد الجزيري وتدخل من عبد الكريم الحذري وديع الكرة رمية التماس لفريق المنتخب التونسي. طبعا التعادل قد يخدم مصلحة المنتخب المغربي باعتبار الانتصار لحقه امام الكونغو بهدف مقابل صفر بينما التعادل لا يخدم مصلحة المنتخب التونسي في هذه المباراة. نور الدين النيبة تمامنا قائد المنتخب المغربي ويلعب في فريق لاكوروني الاسباني والحكم يقوم ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي. الجمهور النيجيري البارحة كان غير راضي على المنتخب النيجيري وتواطلت القوارير والحجارة على ملعب لاغوس عندما تعادل المنتخب النيجيري مع نظيره الكونغولي صفر مقابل صفر في الجولة الثانية لهذه المجموعة الرابعة. ترجع الكرة طويلة من خالد الفهامي كاماتشو وتمشي الكرة لشكري الواعر ووصلنا تقريبا الى 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. ترجع الكرة الى حسين الجيبسي حسين الجيبسي خالد بدرة نقتربوا من نصف الساعة الاول في هذه المباراة. التعادل بدون اهداف بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي ثاني لقاء في تاريخ الفريقين في نهائيات كأس افريقيا. سراج الدين الشيحي سراج الدين الشيحي يرجع الى وليد عزايز المنتخب الوطني التونسي بتبع يحاول يمر عبر الاجنحة واحداث التفوق العددي لكن ثم التغطية ثم طاهر الخلش طاهر الخلش في اتجاه كاماتشو في اتجاه كاماتشو توزيع ما يقتنساش كاماتشو في اتجاه الحارس شكري الواعر. خالد بدرة رضي الجعايدي رضي الجعايدي يمر عبر سراج الدين الشيحي اللي تقريبا الكرة كل تمر عليه في وسط الميدان. سراج الدين الشيحي في اتجاه عادل السليمي عادل السليمي الحارس الفهامي والحارس الفهامي وثم تسلل ثم تسلل لصالح المنتخب المغربي ثم تسلل لصالح المنتخب المغربي في مناطقه. نور الدين النيبت 30 سنة خبرة كبيرة مع فريق نانت كذلك سبورتينغ لشبونة وحاليا ديبورتيفو لاكوروني الاسباني. مخالفة اخرى في وسط الميدان لصالح المنتخب المغربي
كماتش ملقى على أرضية ميدان باش يقوم المخالفة لصالح المنتخب المغربي. مرة أخرى نور الدين النبت هو أمام كل هذه الكرات الثابتة في وسط الميدان. نور الدين النبت ينظر لتمركز لاعبي المنتخب المغربي في اتجاه سعيد شيبة. سعيد شيبة إلى بالمحمود، بالمحمود الممتاز الذي جعايتي حسن القيبسي، حسن القيبسي ومثمش مخالفة، ثم مصطفى حاجي، مصطفى حاجي، مصطفى حاجي، مصطفى حاجي في اتجاه كاماتشو، وتدخل من سامي ترابلسي، ترجع إلى مصطفى حاجي أمام طارق ثابت وسامي ترابلسي، سعيد شيبة وقبله ثم حسن القيبسي وتماس المنتخب المغربي. عبد الكريم الحضريوي، عبد الكريم الحضريوي في اتجاه مصطفى حاجي، راضي جعايدي صلب في هذا التدخل، وثم تماس مرة أخرى للمنتخب المغربي. الظهير الأيسر الحضريوي سعيد شيبة محترف في فريق نانسي، كذلك في كومبوستيلا الإسباني. بالمحمود ما عندوش فريق حاليا، هو بدون فريق. السلامي توزيعة بدون عنوان، وستة أمتار للمنتخب الوطني التونسي. تجاوزنا نصف الساعة الأول لهذه المباراة، والتعادل بدون أهداف بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. بالنسبة للمنتخب المغربي آخر مشاركة في كأس أفريقيا 1998، وكان انسحب منذ الدور ربع النهائي أمام منتخب أفريقيا الجنوبية، كان انهزم هدفين مقابل هدف بالنسبة لمنتخبنا. المشاركة الرابعة على التوالي، المنتخب المغربي على عكس مشاركاته المتعدة في نهائيات كأس العالم برز ببعض الغيابات في نهائيات كأس أفريقيا من 1992، مرجعها كان سنة 1998. سامي ترابلسي، سراج الدين الشيحي، الشيحي مرة أخرى، راضي الجعايدي، راضي الجعايدي، راضي الجعايدي يطلب الكرة حسن القيبسي، لكن تتقص من نور الدين النبت. خالد بدرة يمشي له كاماتشو، خالد بدرة إلى شوكي الوعر، أكثر لاعب خاض مقابلات دولية حاليا في المنتخب الوطني التونسي. شوكي الوعر كذلك ثلاثة كؤوس أفريقية للأمم. توزيعة من شكري الواعر يبحث على حسن القيبسي في الحوار متاعه مع بالمحمود، لكن ثم الحضريني مصطفى حاجي، مصطفى حاجي يحاول ترويض الكرة في وسط الميدان، تتقسم من زبير بيا توصل للطاهر الخلش. صبر، صبر من الجهة اليمنى، محاولة المباختة من بعيد، لكن فوق مرمى الحارس شكري الواعر، فوق مرمى الحارس شوكي الواعر. ربما يرى الشكري متقدم شوية، حاول المباختة من بعيد. الظهير الأيمن المنتخب المغربي، ترجع مرة أخرى للمنتخب التونسي في محاولة لبناء هجوم جديد. سامي ترابلسي، سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي يتبع في عادي رمزي، ممتاز سراج الدين الشيحي يحاول يخرج يد الجزيري. نور الدين النبت، نور الدين النبت، نور الدين النبت يستميت على هذه الكرة. نور الدين النبت 1-2 مع فجير حدا كاماتشو، كجناح ايسر حاليا نور الدين النبت في حوار مع خالد بدرة، مدافع ضد مدافع، يروض الكرة ويغير وجهة اللعب. سعيد شيبة، سعيد شيبة، سعيد شيبة، سعيد شيبة، ثم راضي الجعايدي، راضي الجعايدي، راضي الجعايدي امامه زياد الجزيري، كذلك عادل السليمي وحسن القيبسي ايضا. يخير عادل السليمي من الجهة اليسرى، عادل السليمي في اتجاه حسن القيبسي، حسن القيبسي وعبد الكريم الحضريوي في اخر لحظة، وثم ركنية، ثم ركنية للمنتخب الوطني التونسي. وضربة ركنية اذا لفريق المنتخب التونسي بعد هذا الهجوم الجماعي. وصلنا تقريبا الى 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول، ودائما التعادل 0-0 بين الفريقين. زبير بيا في تنفيذ ضربة الركنية بعد ما اعطى الحكم الاسبقية لفريق المنتخب التونسي، تتنفذ ضربة الركنية وتدخل دفاع المنتخب المغربي، تمشي الكرة لسراج الدين الشيحي، تعاود ترجع الكرة ويتدخل عبد الكريم الحضريوي، أهمية التماس لفريق المنتخب التونسي. يلعب في هولندا عبد الكريم الحضريوي، وهو من مواليد 72. زياد الجزيري، حسان القيبسي، مصطفى الحاجي، حسان القيبسي، طارق ثابت، ترجع الكرة من زبير بيا، حسان القيبسي، ثم عبد الكريم الحضريوي، حسان القيبسي، ويتدخل دفاع المنتخب المغربي عن طريق جمال السلامي، ثم رشيد بن محمود، سراج الدين الشيحي، ويخرج الحارس خالد الفهامي، يخرج الحارس خالد الفهامي، ياخذ الكره المنتخب التونسي، قاعد يحاول
لكن يتدخل الدفاع، يتدخل نور الدين النايبة مع الحارس خالد الفوان امام زياد الجزيري، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي بعد هذه الاعادة. نذكركم بنتائج هذه المجموعة الرابعة. نيجيريا في اليوم الاول في لاغوس فازت على تونس 4-2، ثم بعد ذلك المغرب فاز على الكونغو بهدف مقابل 0، وعشية امس كان التعادل بين نيجيريا والكونغو 0-0، واليوم لقاء تونس والمغرب طبعا لقاء مغاربي، وقد نلاقي المنتخب المصري في صورة الترشح الى الدور الثاني الدور ربع نهائي، لان المنتخب المصري تأكد من الترشح بعد فوزين في كانو في المجموعة الثالثة على حساب زامبيا بهدفين 0، والسنغال بهدف 0، وكذلك افريقيا الجنوبية تأكدت من الترشح بعد انتصارين على الجابون 3-1 والكونغو الديمقراطية بهدف 0، بينما غانا والكامرون في طريقهما الى الدور ربع النهائي. كذلك ترجع الكرة لفريق المنتخب المغربي، والدعم يتماس لفريق المنتخب التونسي. امامنا الاجواء الافريقية طبعا درجة الحرارة مرتفعة جدا في لاغوس حوالي 35 درجة. محاولة من كاماتشو وضربة ركلية بعد تدخل من راضي الجعايدي مع كاماتشو، وامام عادل رمزي كذلك باش ترجع الكرة بضربة ركنية من مصطفى الحاجي. اذا مصطفى الحاجي في تنفيذ ضربة الركنية، ترجع الكرة مرشد بن محمود الى عادل السليمي، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. المنتخب الوطني سيغادر غدا لاغوس حوالي الساعة 2 ظهرا في طريقه الى كانو على بعد 1200 كيلومتر على لاغوس، ليستعد للمقابلة الثالثة اللي باش تكون اما الى بعد الحدود امام الكونغو. وطبعا الى حد الان هذه النتيجة تخدم المنتخب المغربي اكثر من المنتخب التونسي. راضي جعايدي او اخر هذه الفترة الاولى في هذا اللقاء الاشوار المغاربي بين منتخبين شقيقين، المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. المنتخبين كانوا يمثلوا القارة الافريقية الى جانب 3 منتخبات افريقية اخرى في الكأس العالمية الاخيرة. رضي الشعيدي امامه عادل رمزي، ومرة اخرى الحذريوي يقبل وترجع من مصطفى حاجي عبجي لحد كاماتشو رمزي التمريرة نتاعو ماهيش محكمة، وخالد بدرة وليد عزيز يحاول يحدث تفوق العددي، لكن الى حد الان فمش توزيعات متواصله من الجهه اليسرى، معناها الحاجه المرجوه من توغلات لوليد عزيز، ماريناش التفوق العددي، ماريناش الاضافه المرجوه حاليا من الجهه اليسرى لهجوم المنتخب التونسي. الحذريوي المحترف في فريق الكمار الهولندي متكون في فريق الوداد. مصطفى حاجي في حواره مع سراج الدين الشيحي، الكرة مباشرة الحارس شكي الوعر. منتخب التونسي يخوض اليوم مقابلته رقم 35 على مستوى الكؤوس الافريقية للامم، وهي المشاركة 9. الشيحي 66 مقابلة دولية. الشيحي في اتجاه حسن القبسي، تدخل من الصابر وسعيد شيبة ما يلحقش على الكرة زيها، وتماس المنتخب التونسي. وليد عزيز يبحث على المساندة، وثم المخالفة لصالح المنتخب المغربي ضد حسن القبسي ولصالح المنتخب المغربي وعبد الله صابر. ترجع من السلامي صابر في اتجاه طاهر الخلج، عالية من صابر، يركز برشا على التوزيعات العالية للمنتخب المغربي في اتجاه كاماتشو. ثم مخالفة لصالح المنتخب المغربي. الحوار الاخير اللي كان بين راضي الجعايدي وكذلك خالد بدرة وايضا كاماتشو او عبد الجليل حدا، الحكم فلاندو السنغالي يؤمر بمخالفة لصالح المنتخب المغربي، باش ترجع لصالح المنتخب
المغربي اللي كان احتل المرتبه الاولى بالنسبه للمجموعه اساسا في تصفيه كاس افريقيا الى جانب منتخب التوغو وكذلك المنتخب الغيني. وكنت تشاهدوا في المدرب جو بونفرير الهولندي اكيد يدون في برشا معلومات باعتبار المنتخب المغربي هو المنافس المقبل للمنتخب النيجيري يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعه 5 نفس توقيت لقاء مباراه تونس والكونغو. والمخالفه لصالح المنتخب المغربي نور الدين النيبت لكن عبد الكريم الحذريوي تصطدم بدفاع المنتخب التونسي. كماتش ما يروش الكره ذي كانت التسديده من لاعب الحذريوي الظهير الايسر والتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي عن طريق طارق ثابت باش ترجع الظهير الايمن للمنتخب الوطني التونسي ترجع الى خالد بدرة الى الشيحي كذلك كان حاضر في بوركينا فاسو ايضا سنة 1996 زبير بايا 98 متباع في بوركينا فاسو صحيح سامي ترابلسي خالد بدرة الشيحي حسين الجيبسي حاول يخرج طارق ثابت في حواره مع مصطفى حاجي يوزع على مستوى القائم الاول وتدخل من نور الدين البيض نيبت ثم التغطيه من نيبت وايضا تماس للمنتخب ثم مخالفه للمنتخب المغربي لصالح مصطفى حاجي والمخالفه باش تكون في مناطق المنتخب المغربي يتبع خاصه المنتخب المغربي خط الدفاع متقدم خاصه لتفادي توغلات زياد الجزيري او حسين الجرسي وكذلك عادل السليمي وايضا الظهيرين طارق ثابت ووليد عزايز ثم تمركز حاليا بدون اخطاء بالنسبه لدفاع المنتخب المغربي الفهامي اواخر هذه الفتره الاولى في لقاء المنتخب التونسي والمنتخب المغربي والتماس لصالح المنتخب المغربي مراد الجعايدي رويدا من عبد الكريم الحذريوي باش ترجع الكرة برمية التماس لفريق المنتخب المغربي عبد الكريم الحذريوي إلى مصطفى الحاجي عبد الكريم الحذريوي رشيد بن محمود غير اتجاه اللعب تتقص الكرة من سامي ترابلسي العادل السليمي الى حد الان المنتخب التونسي لم يجد الحلول اللازمة ولربما المشكل وان المنتخب التونسي يفتقر الى قلب هجوم قار الى جانب زياد الجزيري وعادل السليمي والانذار ضد عبد الاله صابر على ما يبدو ظهير الايمن بعد تدخل مع زياد الجزيري واذا الانذار ضد جمال السلامي بعد تدخله مع زياد الجزيري وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي باش تتنفذ ضربة المخالفة من زبير بيا في اواخر هذا الشوط الاول ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين المنتخبين التونسي والمغربي تتنفذ ويتدخل دفاع المنتخب المغربي ترجع كرة حسان الجرسي وتسديدة عالية ضربة مرمى لفريق المنتخب المغربي امامكم الان منظار ضد جمال السلامي وتتحط الكره في مكان ضربه المرمى وخالد الفهامي لتنفيذ ضربه المرمى ترجع الكره في اتجاه كاماتشو خالد بدرة امام عادل الرمزي طارق ثابت خالد بدرة يبعد على مصطفى الحاجي وترجع الكره لشكر الوعر سامي ترابلسي وليد عزيز امام سعيد شيبة سراج الدين الشيحي الى راضي الجعايدي يصبح ظهير ايمن عندما يتقدم طارق ثابت على نفس الجهه زبير بيا ويضيع الكرة زوير بيا داخل مناطق الجزاء ثم حسان الجابسي وضربة مرمى لفريق المنتخب المغربي دائما المشكلة تبقى في المنتخب التونسي في خروج الكرة من وسط الميدان والوصول الى المهاجمين طبعا في غياب كما قلت قلب هجوم يعني قار ان صح التعبير هذه هي نقطة الضعف على ما يبدو في المنتخب التونسي حاليا
لأنه لو كان مثلا مهاجم على غرار كاماتشو بطول القامة في المنتخب التونسي إلى جانب عادل السليمي وأيضا زياد الجزيري بمراوغاته وسرعته، بطبيعة الحال يمكن للمنتخب التونسي باش يقلق المنتخب المغربي في هذه المباراة. وحاليا ترجع كرة سريعة للمنتخب المغربي خالد بدر إلى شكري الواعر، سراج الدين الشاحي، طارق ثابت، خالد بدر ينزل للهجوم، خالد بدر تمشي كرة زبير بيا بعيد على خالد بدر، يتدخل جمال السلامي، تمشي كرة العبد الإله صابر، ترجع من جديد لفريق المنتخب المغربي، ودي رمي التماس لصالحه، دي الكرة رمي التماس، وأمامنا جانب من بعض لاعبي المنتخب النيجيري كذلك بعد ما كنا شاهدنا المدرب جو بونفير يتابع هذه المباراة طبعا لتدوين بعض الملاحظات حول المنتخب المغربي منافس المنتخب النيجيري يوم السبت القادم، يوم الخميس القادم هنا في ملعب لاغوس انطلاقا من الساعة 5 بينما لقاء تونس والكونغو باش يكون في كانون في نفس التوقيت. ترجع الكرة زياد الجزيري وهناك تسلل للمساعد يرفع الراية، هناك إشارة من المساعد الإسباني ألونزو إلى تسلل بعد هذه المحاولة من زياد الجزيري في أواخر هذا الشوط الأول، ودائما التعادل 0-0. ترجع الكرة لعبد الإله صابر، تمشي الكرة حاليا إلى طاهر الخالج، سعيد شيبة، ترجع الكرة إلى الوراء عبد الإله صابر إلى سعيد شيبة مع سراج الدين الشاحي، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي. حاليا دخلنا في الوقت بدل الرائع لهذه الفترة الأولى من لقاء المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. بن محمود وصل مخالفة لصالح المنتخب المغربي، المحاولة الأخيرة لبن محمود اللي خدمه كان يوسف شيبو في بداية هذا اللقاء بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي، والمخالفة لصالح المنتخب المغربي. الحذريوي حذريوي حذريوي التوزيعة، ثم سامي ترابلسي ياخذ الكرة قبل كاماتشو، مصطفى حاجي، مصطفى حاجي تسديدة تصطدم مرة أخرى باللاعب بن محمود، زياد الجزيري ما يوصل الكرة ذي وترجع من صابر، حسان القبسي وكذلك الحذريوي، لكن الحذريوي قبله، ترجع مرة عادي سراج الدين الشيحي، زياد الجزيري، زياد الجزيري في اتجاه طارق ثابت، طارق ثابت وثم قبل نور الدين النيبت، نور الدين النيبت باش ترجع لصالح المنتخب المغربي حسب إشارة الحكم فلاندو السنغالي، مخالفة لصالح المنتخب المغربي، المخالفة باش ينفذها خالد الفهيمي حارس المنتخب المغربي، والإعادة الحوار بين طارق ثابت ونور الدين النيبت. خالد الفهيمي المحترف في البطولة الرومانية وأول كأس أفريقية، أول مشاركة قارية في رصيده مع المنتخب المغربي، ينفذ هذه المخالفة. هذه جعادي ياخذ الكرة ذي قبل عادل رمزي، طاهر الخلش، سعيد شيبة، سعيد شيبة، سعيد شيبة قصيرة في اتجاه كاماتشو، كاماتشو يحاول يروض مع خالد بدرة، كاماتشو في اتجاه صابر، صابر صابر، وثم التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي، التماس لصالح المنتخب التونسي في الوقت بدل الضائع لهذه الفترة الأولى. سامي ترابلسي، خالد بدرة، التعادل دائما بدون أهداف بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. راضي الجعايدي، عبد الكريم الحذريوي، بن محمود، عبد الكريم الحذريوي، طارق ثابت، حسن القابسي، حسن القابسي في اتجاه زياد الجزيري ما يروش الكرة، وترجع تماس المنتخب التونسي بعد اخراج الكرة من نور الدين النيبت. حسن القابسي، حسن القابسي ينتظر في المساندة، وفي هذه الآونة اعلن الحكم فلاندو عن نهاية هذه الفترة الأولى بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي بالتعادل بدون أهداف إلى اللقاء في الفترة الثانية.
شكرا لكم جميعا، وتحية من لاغوس لكل السادة المشاهدين والمشاهدات على هذا الشوط الثاني لمقابلة تونس والمغرب في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2000، مع التذكير أن الشوط الأول انتهى بالتعادل 0-0. وسنرى ماذا غير فرانكو سكوليا الذي نشاهده حاليا، وماذا غير أوري ميشيل في حجرات الملابس كذلك. وفعلا أمريكا زاري كان بسبب القيام بالحركات التسخينية على المضمار، وأكيد أنه باش ياخذ مكانه في تشكيلة المنتخب التونسي بعد ضربة البداية لهذا الشوط الثاني اللي باش يعطيها الحكم السنغالي نضيفلا الذي يقود هذه المباراة بمساعدة الإسباني رافائيل جيريرو ألونزو والمالي دونتي دراماني والفرنسي كحكم رابع ألان سارس اللي كان أدار مباراة تونس ونيجيريا. وحبيت نقول كذلك ما دمت أتحدث عن الحكام وأن الحكم الدولي التونسي مراد الدعمي كان أدار مساء أمس في أكرا لقاء الكاميرون والكوت ديفوار، وانتهى هذا اللقاء لفريق الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل صفر. إذا باش ينطلق هذا الشوط الثاني، وتذكير بتشكيلة المنتخب التونسي شكري الواعر طارق ثابت وليد عزيز رافي جعايدي خالد بدرة وسامي ترابيسي في الدفاع سراج الدين الشيحي سراج وحسن جبسي وزبير بيا في وسط الميدان، وفي الهجوم عادل السليمي وزياد الجزيري. المنتخب المغربي خالد فويني حراسة المرمى، عبد الله صابر، جميل السلامي، نور الدين نيبت قائد فريق، عبد الكريم الحضريبي، يوسف شيب وخرج وخذ مكانه بن محمود، سعيد شيب، طاهر الاخرج، عبد الجليل حدا، عادل رمزي، وكذلك مصطفى حاجي المدرب هو أوري ميشيل. حاليا موجي 3 لاعبين من المنتخب التونسي يقوموا بالحركات التسخينيه، علي الزيتوني كذلك ماهر الكنزاري وايضا رياض البعزيزي معناها المدرب فرانكو سكوليو اكيد، وايضا خلط عليهم توا قيس الغزبان. معناها ثم تغييرات في تشكيله المنتخب التونسي بالنسبه للفتره الثانيه، وستكون هذه التغييرات على مستويين، المستوى الاول في وسط الميدان والمستوى الثاني في الهجوم كذلك. وكنا اشرنا الى انه ممكن وجود قلب هجوم يعني قار في المنتخب التونسي فيدو في هذه المباراة. زبير بيا تمشي كرة لليمين طارق ثابت، واخر ورقة سيلعبها المنتخب الوطني في هذه المباراة، لانه نذكركم بالوضعية في المجموعة الرابعة امامنا مقعد الاحتياطيين للمنتخب المغربي. هوري ميشيل كان قام بتغيير منذ الدقيقة 12 في الشوط الاول، خروج يوسف شيبو اللي كان تعرض لإصابة واخذ مكان رشيد بن محمود، بينما مدرب المنتخب التونسي فرانكو سكوليو لم يقم بأي تغيير إلى حد الآن، رغم وجود الرباعي للكرنية كما قلنا ماهر الكنزاري، قيس الغزبان، رياض البعزيزي وعلي الزيتوني بسبب القيام بالحركة التسخينية. طارق ثابت يرجع الهجوم للمنتخب التونسي، حكم يخلي اللعب، ترجع الكرة من نور الدين النايمت قائد المنتخب المغربي وشارة القيادة في المنتخب التونسي يحملها شكر الواعر. ترجع الكرة برمي التماس لفريق المنتخب المغربي، لنذكركم أصبح يلعب على اليسار بالألوان الخضراء، بينما المنتخب الوطني يلعب هذه الدورة بالألوان البيضاء والأرقام الحمراء. ترجع الكرة لفريق المغرب ثم تقطع لتونس، سراج الدين الشيحي بجعايدي، ترجع الكرة لفريق المنتخب المغربي عن طريق طاهر الخلج ثم تمر لليمين، ثم زياد الجزيري مع سعيد شيبة، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا، عادل السليمي، خلي حسن الجبسي على اليمين، وحسن الجبسي ضيع الكرة. حسن الجبسي كان أمامه فرصة سانحة للتسجيل، طبعا هي إعادة للتوزيع وحسن الجبسي ارتمى، لكن الكرة بعيدة أمام الحارس خالد الفهامي. اول فرصة في بداية هذه المباراة لفريق المنتخب التونسي، وترجع الكرة للطاهر نخلج وبعيدة ياخذها شكر الواعر حارس المنتخب التونسي. اخر ورقة لابد ان يلعبها المنتخب التونسي، لانه في صورة التعادل يبقى الامر رهين. المقابلة الثالثة يوم الخميس القادم في كانو امام الكونغو، لان الكونغو معني كذلك بالانتصار في مباراة الخميس القادم، لانه حاليا كما قلت نيجيريا في المرتبة الاولى باربع نقاط بعد مقابلتين، المغرب في المرتبة الثانية بثلاث نقاط بعد لقاء، والكونغو بنقطة بعد مقابلتين، وتونس بصفر من النقاط الى حد الان بعد مباراة كذلك. ترجع الكرة خالد بدر الى وليد عزيز،
كيف سيكون الرسم التكتيكي للمنتخب التونسي في هذه المباراة، لأن ما شاهدناه في الشوط الأول وأن المنتخب التونسي لم يجازف بالهجوم كما ينبغي نظرا لعدم وجود الربط بين وسط الميدان وكذلك وصول الكرة إلى زياد الجزيري أو عادل السليمي وما بينهما كذلك، لأنه ما تمش مهاجم في انتظار الكرة بالرأس أو عندما تتوزع من اليمين أو من اليسار في استقبال الكرة وغرمة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. إنما أيضا لابد أن نشير إلى أن المنتخب المغربي يبدو أنه متخوف من نتيجة هذه المباراة، أيضا قاعد متأخر في اللعب نتاعه على امتداد فترة الشوط الأول. ماذا ستحمل هذه المخالفة للمنتخب التونسي؟ زبير بيا أمام الكرة سنة تقريبا 33 ثانية في هذا الشوط الثاني، ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين المنتخبين التونسي والمغربي. زبير بيا نفذ وعالي الكرة ضربة مرمى لفيت المنتخب المغربي اللي تنتظر مقابلة أما يوم السبت الخميس القادم أمام البلد المنظم نيجيريا. هاي إعادة للتنفيذ ضربة المخالفة، الكرة فوق جدار دفاع المنتخب المغربي لكن عالية فوق العارضة كذلك، ضربة مرمى للمنتخب المغربي. ونلاحظوا وراء مرمى الحارس خالد الفهيمي رياض البوعزيزي قيس العذبين علي الزيتوني وايضا ماهر الكنزاري قوموا بالحركات التسخينيه. تغييرات منتظره في مستوى وسط ميدان المنتخب التونسي، كذلك خط الهجوم عادل السلمي. عادل السلمي يروض الكره يتبع فيه اللاعب السلمي وكذلك سعيد شيبه ترجع الى وليد عزيز. وليد عزيز كجناح ايسر، وليد عزيز امام سعيد شيبه يوزع على مستوى القائم الثاني حسن القيبسي. حسن القيبسي في اتجاه عادل السليمي والتدخل من نور الدين النيبت في اتجاه عادل رمزي. عادل رمزي ثم مخالفة، ثم مخالفة للمنتخب المغربي، مخالفة للمنتخب المغربي بعد تدخل اخير من سامي ترابلسي. كانت التوزيع على مستوى القائم الثاني من وليد عزيز في اتجاه حسن القيبسي والتدخل الاخير مع طول قامة مدافعي المنتخب المغربي. نور الدين النيبت كان متمركز وبعد الاخطر على دفاع المنتخب المغربي. سعيد شيبه، سعيد المحمود يرجع الى صابر، صابر يغير وجهة اللعب في اتجاه عبد الكريم الحذريوي. الحذريوي يتبع فيه حسن القيبسي، يرجع الى طاهر الخلش. طاهر الخلش في اتجاه عادل رمزي. عادل رمزي مع كذلك رادي جعايدي. رادي جعايدي ممتاز في التغطية، ممتاز في التغطية. 6 امتار للمنتخب الوطني التونسي، 6 امتار للمنتخب الوطني التونسي. شقي ذيعر يسرع في تنفيذ 6 امتار. سامي ترابلسي، سامي ترابلسي، وليد عزيز، وليد عزيز، زبير بيا، زبير بيا، زبير بيا في اتجاه زياد الجزيري. زياد الجزيري مع صابر، زياد الجزيري مع صابر، زياد الجزيري مع صابر، ما فماش مخالفة. زياد الجزيري، زياد الجزيري ثم ركنية للمنتخب التونسي، ثم ركنية لمنتخبنا الوطني، هي ركنية ثانية لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة. الشوط الثاني المنتخب الوطني التونسي تقريبا بداه بقوة، ربح مخالفة قريبة ما تقدر 18 متر كانت عالية فوق مرمى الحارس خالد فهيمي، وأول ركنية في بداية هذه الفترة الثانية. زبير بيا، زبير بيا ينتظر في تمركز زملائه في منطقة جزاء المنتخب المغربي. زبير بيا هو باش ينفذ هذه الركنية محترف فريق فرايبور مقوسة، والحارس خالد الفهيمي بطبيعة خالد الفهيمي طول قامته تخليه يقتنص التوزيعات العرضية. عبد الكريم الحذريوي في اتجاه مصطفى حاجي، ممتازة من سيد الدين الشيحي. راضي الجعايدي، راضي الجعايدي، عادل السليمي مع النيبت، عادل السليمي مع النيبت، نور الدين النيبت في اتجاه طاهر الخلش، طاهر الخلش، طاهر الخلج الى سعيد شيبا، سعيد شيبا في اتجاه عادل رمزي. عادل رمزي خطأ منه، تماس المنتخب الوطني التونسي، تماس المنتخب الوطني التونسي. زبير بيا، زبير بيا في اتجاه زياد الجزيري، زياد الجزيري، وثم التغطية من اللاعب السلامي جمال السلامي في التغطية، وستة امتار للمنتخب المغربي. التغطية كانت من جمال السلامي امام زياد الجزيري، ربما المنتخب التونسي اللي حسيناه منشي بالمقارنة مع الشوط الاول باش يحاول معناها يكون اكثر ناجح في مناطق 18 متر واكثر تحركات لايجاد ثغرة في مناطق المنتخب المغربي. ربما منشي معناها يلزم تنقيس التوزيعات العالية اللي تسهل في مهمة اللاعبين كيما جمال السلامي وكذلك نور الدين النيبت، ايضا بن محمود وطاهر الخلج اللي يلعب قريب برشا من دفاع المنتخب المغربي.
وهو كذلك عبد الرحمن. وترجع الكرة لفئة المنتخب التونسي عادل السليمي إلى طارق ثابت. طارق ثابت ويضيع الكرة، يأخذ عبد الكريم الحضريوي. ترجع الكرة لفئة المنتخب المغربي، تتحول الكرة لليمين إلى عبد الإله صابر. طويل الكرة، يتبعها شكر الوعر، يخليها تخرج ضربة مرمى لفئة المنتخب التونسي بعد تدخل رافي الجعايدي مع كاماتشو. ترجع الكرة من شكر الواعر خالد بدرة سيرج ديم الشيحي. خالد بدرة كيف سيهندس الأستاذ فرانكو سكونيو لبقية فترات هذا الشوط الثاني، لأنه حتى في صورة التعادل سيبقى ترشح رهين الفوز بفارق الأهداف أمام الكونغو، لأن الكونغو معني بالترشح وكذلك المغرب طبعا، يعني تشبكت الأوراق في هذه المجموعة الرابعة. سراج الدين الشيحي، ترجع الكرة من جمال السلامي بسرعة من عادل رمزي ومجموعة كذلك من لاعبي المنتخب المغربي. كنا نشاهد من بينهم أحمد باجد. ترجع الكرة من وليد عزيز، سامي ترابلسي، حسان الجابسي أمام رشيد بن محمود. ترجع الكرة من دفاع المنتخب المغربي إلى عبد الإله صابر، تتقص الكرة وترجع زبير بيا. زياد الجزيري مع نور الدين النابت. زياد الجزيري حاول وتسبق الكرة، تمشي ضربة مرمى لفريق المنتخب المغربي. كان أمامه جمال السلامي مدافع المنتخب المغربي. استرجع الكرة بضربة مرمى. هذا هو اللقاء الرابع عشر في هذه الدورة الثانية والعشرين من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2000 التي تنتظم منصفة في نيجيريا وغانا. تتوزع على ملاعب لاغوس وكانو في نيجيريا وأكرا وكوماسي في غانا. ترجع الكرة لفريق المنتخب المغربي وليد عزيز، وتدخل مع سعيد شيبة والحكم السنغالي مضيف لها، يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي. وصلنا تقريبا إلى 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما التعادل 0-0، والمستوى متوسط لابد من الإقرار بهذا، هو مستوى متوسط في هذه المباراة. ليس هناك عروض فنية، ليست هناك أهداف، ليس هناك أيضا لعب سريع، وبطبيعة الحال كل فريق متخوف من النتيجة. الكرة عند طاهر الخلش في وسط الميدان في اتجاه عبد الكريم الحضريمي. عبد الكريم الحضريمي، مصطفى حاجي، مصطفى حاجي، عبد الكريم الحضريمي، مصطفى حاجي مرة أخرى، مصطفى حاجي باش يحاول يسدد من بعيد، وبعيدة بعيدة 6 أمتار لصالح المنتخب الوطني التونسي. على كل حال مارينا مجي بالنسبة لهذه الكأس الإفريقية إلى حد الآن قيمة اللاعبين المحترفين في هذه الكأس الإفريقية اللي يعطيه الفرق، وكذلك إضافة بالنسبة لمختلف المنتخبات الحاضرة في هذه الكأس الإفريقية. وشفنا البارح لقاء المنتخب التونسي، المنتخب الكاميروني والمنتخب الإيفواري. وحبيت أقول لك عبد الرحمن كذلك، وأن ما يلاحظ هو أن يعني الطابع الهجومي في هذه المباراة باستثناء مقابلتين تم دون أهداف بين الجزائر والكونغو الديمقراطية في المجموعة الثانية، وكذلك بين نيجيريا والكونغو في المجموعة الرابعة. سامي ترابلسي، سامي ترابلسي في اتجاه وليد عزيز. وليد عزيز بتبيع قيمة الرهان في هذه المباراة، ما تخليش نعيش مقابلة كبيرة على المستوى الفني باعتبار النتيجة هي الأهم في هذه المباراة قبل المردود. والتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. عبد الكريم الحضريمي دخل أمام طارق ثابت. طارق ثابت، طارق ثابت في اتجاه حسن الجابسي. التوزيع من طارق ثابت وما يختلش الكرة زي عادل السليمي، وترجع إلى سعيد شيبة. سعيد شيبة أول موسم فريق نانسي الفرنسي في البطولة الفرنسية. وليد عزيز متقدم على موقعه كظهير ايسر. زياد الجزيري، زياد الجزيري، وثم الكرة باش ترجع للمنتخب الوطني التونسي بمخالفة. زبير بيا، زبير بيا ينتظر في المساندة، يلقى حسين الجيبسي. حسين الجيبسي تبع فيه مصطفى حاجي، مصطفى حاجي، حسين الجيبسي، مصطفى حاجي،
والكرة بترجع بتماس الصراحة المنتخب المغربي في مناطق المنتخب المغربي. صابر بتبيع المنتخب المغربي ينتظر لقاء قمة يوم الخميس المقبل أمام المنتخب النيجيري في لايغوس انطلاقا الساعة 5 بتوقيت تونس، نفس لقاء ونفس توقيت معناها المنتخب التونسي والمنتخب الكونغولي في كانو. طار الخرج في حواره مع سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي قبله، سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي يحاول يخرج زياد الجزيري لكن تدخل من الحضريوي مصفى حاجي، مصفى حاجي وترجع الكون صراحة المنتخب التونسي باش ثم تسلل لصالح المنتخب الوطني التونسي. حسين القبسي، حسين القبسي ما فهموش طارق ثابت، ما فهموش طارق ثابت وستة أمتار المنتخب المغربي باش ترجع لصالح المنتخب المغربي. حاليا يتبع في طريقة دفاع المتقدم المنتخب المغربي، يخرج شوية من منطقة 18 متر واللاعب الاحتياطي المنتخب التونسي يواصلوا في الحركات التسخينية. علي الزيتوني، ماهر الكنزاري، قيس الغزبان وكذلك رياض البوعزيزي، خالد الفهامي، راضي شعايدي وكذلك سامي ترابلسي وطارق ثابت. طارق ثابت في اتجاه حسن القيبسي، حسن القيبسي زياد الجزيري والتدخل من السلامي، جمال السلامي يحاول يتفادى التماس لكن تماس للمنتخب الوطني التونسي، تماس للمنتخب التونسي من تنفيذ طارق ثابت الظهير الايمن. طارق ثابت وكذلك وليد عزيز بتبيع الميزه نتاعهم يحاولوا احداث التفوق العددي، وليو واحد كجناح ايمن والاخر كجناح ايسر لكن الى حد الان ما ثمش النجاح بالنسبه لخط هجوم المنتخب التونسي في بدايه هذه الفتره الثانيه باش ترجع لصالح المنتخب المغربي عن طريق عبد الكريم الحضريوي. عبد الكريم الحضريوي ينتظر في المستنده مصطفى حاجي، مصطفى حاجي لاعب فريق كوفنتري، وثم مخالفه لصالح المنتخب المغربي، مخالفه لصالح مصطفى حاجي من مواليد سنه 1970 كان لعب زوز كوس عالميه مع المنتخب المغربي. بن محمود، بن محمود في اتجاه صابر، صابر عبد الاله، صابر الى رمزي لكن خاطئ منه وخالد بدره، خالد بدرة يبعد على سعيد شيبة وكذلك كاماتشو لكن تماس المنتخب التونسي بعد تدخل من سعيد شيبة. الى حد الان لم يتم اي تغيير في تشكيلة المنتخب التونسي، ترجع كرة وليد عزيز الى سامي ترابلسي. المنتخب التونسي لم يسجل سوى هدفين الى حد الان عن طريق عادل السليمي وزبير بيا في لقاء الافتتاح امام نيجيريا 4-2. سراج الدين الشيحي وتحدثت عن الطابع الهجومي في هذه الدورة، إلى حد الآن في 13 مباراة سجلنا 28 هدف رغم انتهاء مقابلتين دون أهداف كما ذكرت. ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي، وليد عزيز بعد تدخله مع كاماتشو أو عبد الجليل حدا بعد هذه اللقطة. استرجع الكرة لفريق المنتخب التونسي في انتظار خروج عبد الجليل حدا ليتلقى الاسعافات خارج الميدان. زبير بيا في تنفيذ ضربة المخالفة وسيعود عبد الجليل حدا، ينزل راضي جعيدي داخل مناطق الجزاء لكن تتقص الكرة وترجع من مصطفى حاجي لعبد الكريم الحضريوي. تمشي الكرة لفريق المنتخب المغربي عن طريق جمال السلامي، جمال السلامي اللي مجدوه اليوم اساسي في تشكيلة المنتخب المغربي بعد ما كان احتياطي في المباراة الاولى وحيرة المدرب فرانكو سكوليو مدرب المنتخب التونسي. قلت جمال السلامي عوض رشيد النكروز في هذه المباراة. ترجع الكرة بمخالفة تسلل للمنتخب المغربي، مصطفى حاجي. هناك فرق بين مقابلة أمس مثلا وما قدمه المنتخب الكونغولي أمام المغرب وكذلك أمام نيجيريا. المنتخب الكونغولي لم يتحدث عنه أحد منذ أن كنا في تونس وكذلك هنا في نيجيريا أو في غانا،
لكن المنتخب الكونغولي اعتبره من افضل المنتخبات لحد الان على غرار المنتخب الكاميروني. ترجع الكرة لفوت المنتخب التونسي طارق ثابت. مثل السرعة من جانب المنتخب التونسي وكذلك من جانب المنتخب المغربي. ترجع الكرة للمنتخب المغربي كاماتشو. وكأن المنتخب المغربي يبحث عن نتيجة التعادل في هذه المباراة. بينما المنتخب التونسي مطالب بالفوز ومع ذلك ما يجعش كما نقول بلغتنا في تونس يعني في سواء في المباراة الأولى أو في هذه المباراة الثانية. حسن الجيبسي اخذ الكرة من دفاع المنتخب التونسي حاول يخرج عادل السليمي في حواره مع صابر لكن التغطية كانت من صابر والتماس المنتخب التونسي. تمس يجرب حاليا المنتخب التونسي محاولة التوغلات في منطقة جزاء المنتخب المغربي لكن إلى حد الآن بدون نتيجة. عادل السليمي زبير بيا تصدم برشيد بن محمود والكرة ما يخرجش عليها عبد الجليل حدا وكاماتشو. تمس المنتخب التونسي مرة أخرى وليد عزيز باش ينفذ التماس المنتخب التونسي. وليد عزيز ينتظر في المساندة لمسة من زبير بيا. وليد عزيز في حواره مع رشيد بن محمود والتماس مرة أخرى للمنتخب التونسي. زبير بيا عادل السليمي وثم التماس صالح المنتخب الوطني التونسي. عادل السليمي زبير بيا يحاول يبعد على مصطفى حاجي. حوار بين زبير بيا ومصطفى حاجي. زبير بيا ممتاز وتوصل الكرة إلى زياد الجزيري فمش مخالفة فما يخلي اللعب الحكم فالاندو. رشيد بن محمود في اتجاه نور الدين نيبت يخرج عبد الجليل حدا وكاماتشو حاول يدخل منطقة 18 متر يغير من في اتجاه عادل رمزي والحارس شكل يلعب ممتاز ومرة أخرى كاماتشو والفوق العارضة ومن أطراف الله عادل رمزي يخطئ المرمى ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. كانت فرصة افتتاح نتيجة المنتخب المغربي الفرصة الأخيرة لرمزي والمنتخب الوطني التونسي يرجع إلى الهجوم. تفادى المنتخب التونسي قبول هدف في بداية هذه الفترة الثانية. وحسان الجيبسي في منطقة جزاء المنتخب المغربي ترجع من السلامي في اتجاه نور الدين النيبت وإعادة كانت الفرصة اللي أتيحت المنتخب المغربي. سراج الدين الشيحي حسان الجيبسي حاول يسدد وفوق مرمى الحارس خالد الفهمي. كان ثم إصابة بالنسبة في صف المنتخب الوطني التونسي سامي الترابلسي ملقى على أرضية الميدان والتركيز على عادل رمزي صاحب الفرصة الأخيرة للمنتخب المغربي. سامي ترابلسي ملقى على أرضية الميدان بعد التدخل الأخير في الهجوم المعاكس للمنتخب المغربي. تبع المنتخب المغربي يحاول استغلال المساحات مع تقدم أغلب مدافعي المنتخب الوطني التونسي للهجوم لإحداث التفوق العددي. وطبعا المدرب أوري ميشيل باش يلعب ورقة سعد بن بصير لأنه باش ياخذ مكانه في تشكيلة المنتخب المغربي. وسامي ترابلسي أمامكم باش يغادر الميدان ان شاء الله الإصابة تكون خفيفة. ترجع الكرة بعد ذلك باش ترجع الكرة بعد خروج سامي ترافيلسي ان شاء الله الإصابة تكون خفيفة كما ذكرت بعد المحاولة الأخيرة لفريق المنتخب المغربي عن طريق عبد الجليل حدا كاماتشو وعادل رمزي. وباش يتم التغيير كما ذكرت في تشكيلة المنتخب المغربي صلاح الدين بصير الورقة الرابعة في اللقاء الأول في ظرف 5 دقائق كان سجل هدف الفوز أمام الكونغو. إذن عادل باش ياخذ مكان عادل رمزي. إذن صلاح الدين بصير ياخذ مكان عادل رمزي في هذا الشوط الثاني وهو التغيير الثاني يقوم به المدرب هوري ميشيل في تشكيلة المنتخب المغربي بعد خروج يوسف شيبو في بداية المباراة بسبب إصابة واخد مكان رشيد بن محمود. ترجع الكرة لجمال السلامي إلى عبد الكريم الحضريوي.
وهناك تسلل من صلاح الدين بصير، تسلل من صلاح الدين بصير لاعب لكوروني الاسباني وهو من مواليد 72، كان ابتعد عن الميادين لفتره طويله كما ذكرنا في بدايه هذا البث. وطبعا دائما المدرب هوري ميشيل يشركوا في اواخر كل مباراه. ترجع الكره للمنتخب التونسي زبير زياد الجزيري، وتغطيه من المدافع الايمن عبد الاله صابر امام زياد الجزيري، وتخرج الكره رمي التماس للمنتخب المغربي وليد عزيز، ثم رمي التماس الثانيه للمنتخب المغربي. ذكرناكم بالترتيب وكذلك النتائج كاملة. المنتخب النيجيري عنده زائد 2، والمغرب زائد 1، والكونغو الا 1، وتونس الا 2 في هذه المجموعة الرابعة. وهناك تسلل لفريق المنتخب المغربي، وايضا وليد عزيز تعرض لإصابة امامكم. باش ترجع الكرة بمخالفة التسلل لفريق المنتخب المغربي بعد هذه اللقطة. طبعا وليد عزيز سيغادر الميدان لتلقى الاصابات، ونصلي لإصابة خفيفة كذلك. وليد عزيز اللي كان عوض منير بوقديدة في المباراة الأولى من نيجيريا على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب التونسي. وترجع الكرة لفريق المنتخب المغربي، وتقريبا 26 دقيقة في هذا الشوط الثاني، ودائما التعادل 0-0. وهذه النتيجة تخدم المنتخب المغربي وبدرجة أقل المنتخب التونسي. طبعا في صورة التعادل فالمنتخب التونسي مطالب بالانتصار بفارق الأهداف أكثر من الكونغو والمغرب كذلك في الجولة الثالثة والأخيرة. التسديدة الازدواجية الأخيرة كانت من بصير، صلاح الدين بصير المحترف فريق ديبورتيفو لاكوروني، لكن عالية فوق مرمى الحارس شوكينويات. اللاعب هذايا تعرض إلى إصابة، ما لعبش هذا الموسم في إسبانيا، وكان عنده دخول ناجح أمام المنتخب الكونغولي في أواخر المباراة، كان سجل الهدف الوحيد. سراج الدين الشاهي يحاول يخرج طارق ثابت، وتدخل من الحضريوي، تدخل من الحضريوي. رضي الجعايدي مرة أخرى أمام كاماتشو وخالد بدرة. سراج الدين الشاحي، سراج الدين الشاحي، والتماس لصالح المنتخب المغربي، التماس لصالح المنتخب المغربي حسب إشارة الحكم فالاندو، كذلك مساعد الحكم الثاني دونتي المالي. التماس المنتخب المغربي في وسط الميدان، رشيد بن محمود، رشيد بن محمود في اتجاه السلامي، سلامي اللي خذا مكان رشيد نقروز اليوم في محور دفاع المنتخب المغربي مع نور الدين النبت، قلب دفاع متأخر. سلامي في اتجاه بصير، بصير في حواره مع سامي ترابلسي، بصير يوزع على مستوى القائم الاول كاماتشو في اتجاه سعيد شيبا، تصدم بكاماتشو، تدخل من رادي سعيدي، وفرصة، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة للمنتخب المغربي عن طريق سعيد شيبا. والمنتخب الوطني التونسي من ألطف الله مرة أخرى، وبطبيعة يتفادى الهدف. على كل بالنسبة للمنتخب التونسي النتيجة الوحيدة اللي تخليه معناها حسابيا يبقى على حظوظه كاملة هو الانتصار اليوم، وكذلك الانتصار في لقاء يوم الخميس المقبل. وخطأ من شكري الواعر في اتجاه بصير، بصير 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 يحاول يسدد، وقريبا من القائم الأيسر، قريبا من القائم الايسر امامكم صلاح الدين بصير اللي خذا مكان عادل رمزي في هجوم المنتخب المغربي. سحب التسديده الاخيره المنتخب الوطني التونسي، تقريبا دينا نقترب من الساعه الاولى في هذه الفتره الثانيه. بطبيعه عبد الرحمن باش يخرج طارق ثابت ويدخل ماهر الكنزاري. صحيح التغيير الاول في المنتخب الوطني التونسي، متوسط ميدان هجومي، ماهر الكنزاري باش ياخذ مكان طارق ثابت، اعطى اكثر فاعليه لخط وسط الميدان، وبطبيعه تغذيه الهجوم باكثر كرات لمحاوله تحديث الفرق فيما تبقى من هذه المباراه. شكري الواعر، شكري الواعر، طاهر الاخلش، طاهر الاخلش، الحوار بين رشيد بن محمود وكذلك حسن القيبسي. توصي الى الحذريوي، الحذريوي الظهير الايسر، الحذريوي في اتجاه كاماتشو لكن طويله، والحارس شكري الواعر، شكري الواعر، شكرا على رفيج عايدي. كانت زوز فرص اتاحت للمنتخب المغربي في هذه الفترة الثانية. خالد بدرة،
زبير بياء، سامي ترابلسي، وليد عزيز، وليد عزيز، زبير بياء، زبير بياء يهزي تمركز زملاء، وماهر الكنزاري، ماهر الكنزاري، ماهر الكنزاري حاول يتفادى التماس امام صابر، ماهر الكنزاري ثم المستند نزيف جديد، كذلك زبير بياء يوزع زبير بياء، والحارس خالد الفهامي، خالد الفهامي ثابت في التدخلات نتاعو خاصة العالية، عبشير حدا، عبشير حدا، عبشير حدا، محاولة تكسير خط تسلل المنتخب الوطني التونسي، ما ثماش تسلل وخروج شوكي الواعر، خروج شوكي الواعر من سعيد شيبة، محاولة تطبيق خطة دفاع الخط للمنتخب الوطني التونسي. وترجع الكرة اللي فاتت المنتخب المغربي سعيد شيبة، وشكر الواحد يرجع الكرة. ياخذها ماهر الكنزاري اللي عوض منذ لحظات ترك ثابت المنتخب التونسي، ممكن باش يصبح يلعب بطريقة 4-4-2 في هذه المباراة، زياد الجزيري وعادل السليمي في الخط الأمامي، وماهر الكنزاري، سراج الدين الشاحي، زبير بيا، وكذلك حسن الجبسي في الوسط. ترجع الكرة لفريق المنتخب المغربي مع عبد الإله صابر، رافي جعايدي. طبعا في كل دورة نحلم، لكن النتائج دائما وابدا تكون دون مستوى الامال. ترجع الكرة لان المنتخب التونسي رغم كل ما يتوفر له يعني من امكانيات كبيرة وتجهيزات ومنشآت، لكن الى حد الان نجري وراء لقب افريقي ولم ندركه الى حد الان. ترجع الكرة لفيت المنتخب المغربي لكن تقطع من سنة ترابلسي وتمشي لخالد بدرة. خالد بدرة اصبح على الجهة اليمنى، وكذلك احيانا راضي الجعايدي، زبير بيا، غصة الميدان بطيء لحد الان من جانب المنتخب التونسي، حسان الجابسي، سراج الدين الشاحي، زياد الجزيري. ترجع الكرة سراج الدين الشاحي، ماهر الكنزاري، زياد الجزيري، يتوغل ويتدخل عبد الكريم الحذريوي، خرج الكرة تمشي لكاماتشو، مصطفى حاجي، تتحول الكرة وتمشي لليمين لفيت المنتخب المغربي عن طريق نور الدين النابت، ولم يشر المساعد الاول الاسباني الى تسلل صلاح الدين بصير، نور الدين النابت، تمر الكرة دائما لفيت المنتخب المغربي، مصطفى الحاجي لعبد الكريم الحذريوي، تمشي الكرة في فرصة للمنتخب المغربي، وتخرج الكرة من سامي ترابلسي إلى ماهر الكنزاري. ترجع من ماهر الكنزاري طويلة من بعيد، والحارس خالد الفهامي حب ماهر الكنزاري، خادع الحارس خالد الفهامي من بعيد، لكن ارتمى في الاتجاه صحيح خالد الفهامي، حتى الكاميرا لم تتمكن من متابعة كرة ماهر الكنزاري، وخالد الفهامي يرتمي على الكرة، وكاد يكون الهدف، لم يكن من قريب ولكنه كاد يأتي من بعيد، وخالد الفهامي تعرض لإصابة بعد هذه المحاولة وهذا التصدي. وصلنا تقريبا إلى 38 دقيقة لعب أو أقل بقليل، ودائما النتيجة بالعفو الى 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما التعادل 0-0، وهذا جمهور القليل في انتظار هدف قد يأتي او لا يأتي في هذه المباراة. الحارس خالد الفهيمي باش يتلقى الاسعافات الضرورية بعد تصديه للتوزيع او التزيد المباغتة من ماهر الكنزاري، راه متقدم، حاول يباغت من بعيد ماهر الكنزاري على غرار ما قام به الحذري في الشوط الاول من خلال محاولة المباغتة وقت كان شوكي الواعر متقدم، وثم تغييرات حسب ما راه على بقية لاعبين المنتخب التونسي يقوموا بالحركات التسخينية، رافي منير بوقديدة يقوم بالحركات التسخينية، ربما يتم اقحامه في بقية رجعات هذه المباراة تقريبا 13 دقيقة دون اعتبار الوقت بدل الضائع في هذا اللقاء الثاني بالنسبة للمجموعة الرابعة بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. اكيد الوقت هذا باش يتم احتسابه من طرف الحكم فالاندو السنغالي، الوقت اللي يتم فيه اسعاف الحارس خالد الفهامي،
وصورة مركزة على أوري ميشيل المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي، موجود على رأس المنتخب المغربي منذ 1995، باش ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي بتمس عن طريق وليد عزيز. لا يخلي الكرة هذه لزيد الجزيري باعتبار أنه من المتغير باش يرجعها للاعبي المنتخب المغربي زيد الجزيري، وهذا ما تم بتبيع روح رياضية باعتبار أنه الفهامي هو اللي خرج الكرة لكي يتم إسعافه. خالد الفهامي في اتجاه الحضريوي، بدنا نقترب من 10 دقائق الاخيره لهذه المباراه. بتبيع من اعتبار الوقت بدل الضائع عبد الكريم الحضريوي تصدم به حسين الجيبسي، وتماس مره اخرى للمنتخب المغربي. بتبيع الطريقه المثلى لمنتخبنا ان شاء الله باش يترشح للدور الربع النهائي، يلزم زوج انتصارات مهما كانت نتيجه لبقيه المنتخبات، لكن في حاله التعادل يلزم يفوز باكثر عدد ممكن الاهداف من المنتخب الكونغولي، وينتظر نتيجه المنتخب النيجيري والمنتخب المغربي. رشيد بن محمود خطأ منه، سيرجدين الشيحي ميل كنساري صاحب اخر فرصة لمنتخبنا الوطني. زيد الجزيري في اتجاه حسين الجيبسي حاول يوزع في اتجاه عادل السليمي، وتسديدة رأسية من عادل السليمي بعيد على مرمى الحارس خالد الفهامي. كان تقريبا بنفس الطريقة غلط الحارس شيرلمو، وثم التغيير الثاني في المنتخب الوطني التونسي، علي الزيتوني باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، قلب هجوم تقليدي ينتظر دخوله في التشكيلة الأساسية باش ياخذ مكان زياد الجزيري. زياد الجزيري يخرج وياخذ مكانه علي الزيتوني. التغيير الأول نذكره مال كنزاري كان خذا مكان طارق ثابت، الأولوية للهجوم في أواخر هذه المباراة، والكل في الكل بالنسبة لمنتخبنا الوطني. كذلك التغيير الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي، ثم لاعب كشلول هو اللي خذا مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي. تشوفوا في مكان شكون؟ مكان مصفى حاجي هو اللي خرج، مصفى الحاجي هو اللي خرج. معنا التغيير الثالث في تشكيلة المنتخب المغربي، بصير أمامه سامي ترابلسي، وكذلك وليد عزيز ياخذ الكرة زي سامي ترابلسي. سراج الدين الشيحي ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي حسن الجابسي. إذا ثلاثة تغييرات في تشكيلة المنتخب المغربي، حسن كشلول أخذ مكان مصفى حاجي، وكذلك صلاح الدين بصير كان عوض عادل رمزي، وفي بداية المباراة خرج يوسف شيبو وأخذ مكان رشيد بن محمود، بينما في صفوف المنتخب التونسي ماهر الكنزاري منذ حوالي 5 دقائق أخذ مكان طارق ثابت. هذه إعادة للمحاولة الأخيرة، ومنذ لحظات المدرب فرانكو سكوليو باش يلعب ورقة الهجوم على الزيتوني مكان زياد الجزيري، وحاليا منير مقديدة باش ياخذ مكان وليد عزيز حسب الإشارة. نعم وليد عزيز هو باش يخرج وباش ياخذ مكانه. إذا مقديدة هو التغيير الثالث في تشكيلة المنتخب التونسي، ثلاثة تغييرات من جانب المنتخب التونسي، ثلاثة تحويرات من جانب المنتخب المغربي، والتعادل 0-0 قبل 8 دقائق من انتهاء هذه المباراة ضمن المجموعة الرابعة، وهو اللقاء 14 في هذه الدورة 22. حسن الجرسي، زبير بيان، لا وقت طبعا للبطء في مثل هذه المباريات. حسن الجرسي أمام عبد الكريم الحضريوي، باية من حسن الجرسي وتقطع الكرة من نور الدين النابت، ترجع الى سعيد شيبة، لليمين الى عبد الاله صابر، سراج الدين الشيحي، ماهر الكنزاري، زبير بيا، علي الزيتوني، ويتدخل نور الدين النابت براس، ترجع الكرة سراج الدين الشيحي، علي الزيتوني ما تمش تسلل علي الزيتوني، ضربة ركنية للمنتخب التونسي، يتدخل الحارس خالد الفهامي بساقه اليمين على ما يبدو فعلا، وتمشي الكرة ضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي. علي الزيتوني بتسديدة، وخالد الفهامي يحول الكرة إلى ضربة ركنية، ماهر الكنزاري إلى جنب سراج الدين الشيحي، تتنفذ والحارس خالد الفهامي ياخذ الكرة.
طبعا الكرات العالية ساعد الحارس خالد الفهامي وكذلك مدافعي المنتخب المغربي. ترجع الكرة تقطع من زبير بيا وترجع مرشيد بن محمود مباشرة في التماس، رمي التماس في فريق المنتخب التونسي امام لصلاح الدين بصير صاحب هدف الفوز في 85 دقيقة لعب امام الكونغو ماهر الكنزاري. ذكر زميلي عبد الرحمن العشو ان المنتخب التونسي اذا تعادل اليوم في هذه المباراة طبعا لابد ان يفوز على الكونغو بفارق 4 اهداف، وممكن بعد ذلك ينتظر لقاء نيجيريا والمغرب كذلك يوم الخميس القادم هنا في لاغوس نور الدين النيبت، وامر صعب جدا في الحقيقة لان الانتصار على الكونغو بذلك المستوى الذي ظهر به امام المنتخبين النيجيري والمغربي فيصعب الفوز على المنتخب الكونغولي بفارق كبير كما كنا نتحدث. سيد شيبة مع منير بوقدينة والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي، ودائما التعادل 0-0 بين الفريقين. ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي في اللحظات الاخيرة، لكن الحكم فالاندو بطبيعة باش يشوف اللاعب المصاب بالنسبة لصفوف المنتخب المغربي حسب بطبيعة العملية الهجومية الاخيرة للمنتخب المغربي. بصير ملقى على ارضية الميدان باش يتم اسعافه في الثلاث دقائق الاخيرة. امامكم صلاح الدين بصير المحترف فريق لاكوروني تعرض لإصابة في الهجوم المعاكس الاخير للمنتخب المغربي، وباش ترجع الكرة بمخالفة جانبية للمنتخب الوطني التونسي. برشا وقت ضايع بالنسبة لاواخر هذه المباراة، اصابة خالد الفهامي، اصابة صلاح الدين بصير اللي كان خذا مكان عادل رمزي في هذا الشوط الثاني، احسن هداف للمنتخب المغربي كان في تصفية كأس العالم. وتقريبا 4 دقائق وبعض الثواني لنهاية الوقت القانوني لهذه المباراة دون اعتبار الوقت بدل الضايع. زبير بيا ماهر كنزاري منير بوقديدة، زبير بيا خالد بدرة حسين الجيبسي يربع على حسن كشلول ويرفع الكرة في الجهة علي الزيتوني، تدخل من صابر وكذلك السلامي وتسديدة من ماهر كنزاري وثم ركنية ثم ركنية صالح المنتخب الوطني التونسي. بطبيعة الدخول علي الزيتوني وكذلك ماهر الكنزاري اعطى الاضافة للمنتخب التونسي والاكثر متواجد ويقف 18 متر والفرص تلاحقت لمنتخبنا الوطني في اواخر هذه المباراة. ماهر الكنزاري على مستوى القائم الاول وترجع من لاعب السلامي وتماس للمنتخب التونسي. زبير بيا حسن الجيبسي زبير بيا من جديد، زبير بيا توزيعة يمينية مقوسة وترجع من نور الدين النيبت والتسديدة من رضي شعادية كثم مخالفة لصالح المنتخب المغربي. زفر قبل الحكم فالاندو وثم انذار ضد رضي شعادي بعد الانذار اللي وجهه الحكم فالاندو كذلك الى السمي الترابلسي. كان الحكم فالاندو منجي معنا زفر قبل التسديدة الاخيرة لرضي شعادي، والتدخل بطبيعة الإصابة كانت لنور الدين نيبت قائد المنتخب المغربي. برشا معنا اللاعبين المغاربة يحاولوا يدخلوا الوقت، شفنا الفهامي كذلك بصير وأيضا نيبت ثلاث مرات معناها يحاولوا إذاعة الوقت من خلال الإصابات. بطبيعة محاولة معناها النتيجة التعادل تخدم مصلحة المنتخب المغربي اللي يزوز نقاط تخليه في الدور الربع النهائي، نقطة أمام تونس كذلك نقطة أمام نيجيريا. خالد الفهامي ينفذ هذه المخالفة، خالد الفهامي في الأواخر هذه المباراة. رضي شعادي قبل حسن كشلول وخالد بدرة، خالد بدرة إلى الشكري الواعر، زبير بيا ثم منير مقددة لكن يخير باش يمد الكرة ذي إلى ماهر الكنزاري والتدخل من نور الدين النيبت وما توصلش الكرة إلى صلاح الدين بصير سراج الدين الشيحي. ماهر الكنزاري حسان الجيبسي حاول التوغل في منطقة 18 متر، حسان الجيبسي يرفع على مستوى القائم الأول وما يقتلش الكرة ذي، خالد بدرة ما يقتلش الكرة ذي، وثم التماس لصالح المنتخب المغربي. خالد بدرة حاول الانقضاض على الكرة
لكن ما خرجش على الكره زي كان ربما منجي كان اقتنص الكره كان يكون هدف خاطر تجاوز الحارس خالد الفهاني. صابر صابر 1-2 مع رشيد بن محمود. رشيد بن محمود في اتجاه حسن الكشلول. حسن كشول مع راضي سعادي. راضي سعادي تماسي صالح المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ينتهج الهجومات المعاكسه في اواخر هذه المباراه حول ربما يستغلك المساحات اللي خليها الصعود المدافعين متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. بصير بصير والتماسي صالح المنتخب التونسي بسرعه بسرعه من سامي ترابلسي. سامي ترابلسي يحاول يسرع في التماس وحسين الجيبسي. وما لم يتحقق في تقريبا 42 دقيقة لعب هل يتحقق في ظرف دقيقتين او في ثلاث دقائق؟ لان المنتخب التونسي على امتداد بطبيعة الحال 42 دقيقة في هذا الشوط الاول و45 دقيقة في الشوط الاول لم يهتدي الى شباك المنتخب المغربي. هذه فرصة من علي الزيتوني يتواغل علي الزيتوني وضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي. ضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي بعد محاولة من علي الزيتوني داخل منطقة الجزاء. وماهر كنزاري في تنفيذ ضربة الركنية وفرصة الأمل الأخير للمنتخب التونسي في هذه المباراة. تمشي الكرة ويتدخل نور الدين النايبة خرج الكرة من مناطق المنتخب المغربي ترجع لخالد بدرة. حاول يرجع الكرة خالد بدرة. منير بوقديدة الاخذ مكان وليد عزيز منذ لحظات. حسان الجيبسي تقطع الكرة من سعيد شيبة وترجع من صلاح الدين بصير لفريق المنتخب المغربي. تقطع ايضا من خالد بدرة. وخمس دقائق لعب كوقت ضايع في هذا اللقاء حسب اشارة الحكم الرابع الان فارس الفرنسي. طبعا الاشاره يعطيها له حكم الساحه وهو السنغال مضيفلا وهو الذي يتخذ ويحدد الوقت الضايع في كل مباراه الحكم الرئيسي ويشير بذلك الى الحكم الرابع على خط التماس. ترجع كره زبير بيا. اذا ما زالوا تقريبا خمس دقائق. هذه فرصه من راضي الجعايدي سيرجين الشيحي. هناك عادل السليمي وتمر الكرة والحكم يعطي ضربة مخالفة. اعتبر ان عادل السليمي نوع داخل مناطق الجزاء ومضيف لا يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب المغربي. باش ترجع الكرة من خالد الفهامي. طبعا الاوراق تشابكت كما قلت في هذه المجموعة. نجم المغرب في صورة التعادل اليوم امام تونس يعني تكسب التعادل امام نيجيريا وتمر نيجيريا والمغرب معا لان المنتخب الكونغولي كذلك مطالب بالفوز بفارق الاهداف بينما المنتخب التونسي كذلك مطالب بطبيعة الحال باهداف كثيرة في مباراة الخميس القادم في كامون. عادل السليمي وفمش مخالفة مال كنزاري لكن ثم مخالفة ثم مخالفة للمنتخب الوطني التونسي. دخول ايجابي لمال كنزاري اللي ربح برشا مخالفات في مناطق قريبة من مناطق 18 متر وكذلك برشا ركنيات للمنتخب الوطني التونسي كما كذلك علي الزيتوني صاحب ابرز تواغل للمنتخب التونسي في اواخر هذه الفترة الثانية وكان عبد الكريم الحضريوي تصدى لتواغل علي الزيتوني. كرة ثابتة لمنتخبنا الوطني في الوقت بدل الضائع لهذه المباراة أمام النظير المغربي. ثم كان زبير بيا وكذلك سراج الدين الشيحي مش في مناطق 18 متر للمنتخب المغربي. مال كنزاري مال كنزاري وحارس الفهامي. الحارس الفهامي على مستوى القائم الأول لكن هجوم عاكس. حسن كشلول حسن كشلول متوسط مدافع قصير صمت الإنجليزي. ثم الاعتراض سبيله من طرف زبير بيا وانذار ثالث في صفوف المنتخب الوطني التونسي. امامكم حسن كشلول اللي خذا مكان مصطفى حاجي في اواخر المباراه يتحصل على مخالفه قريبه من وسط ميدان بالنسبه للمنتخب المغربي. والرويده رويده لاعبين المنتخب المغربي ماهوش مزروبين. صابر صابر الظهير الايمن باش ينفذ هذه المخالفه في اتجاه حسن كشلول. احسن كشلول لاعب اقصى صمت الانجليزي. صابر صابر يوزع كيما جات وفي اتجاه الحارس شكري الواعر. شكري الواعر يامر كل اللاعبين بالتقدم في مناطق المنتخب المغربي.
شكري الوعر. اللحظات الاخيره لهذه المباراه مع الكنزاري خاطئه. سعيد شيبه وصلنا الصابر في اتجاه طار الخلج. نور الدين النبت يبعد على علي الزيتوني. صار مخالفه صراحة المنتخب المغربي وكذلك نور الدين النبت حسب اشاره الحكم فالاندو السنغالي حكم الدولي لادار برشا لقاءات لمنتخبنا الوطني الانديه التونسيه وكذلك المنتخب الاولمبي التونسي. مخالفه في مناطق المنتخب المغربي. نور الدين النبت الثواني الاخيره منشي لهذه المباراه في الوقت بدل الفائعه والتعادل بدون اهداف بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي في ثاني لقاء في تاريخ المنتخبين في نهائيات كاس افريقيا. احسن كشلول وراضي الجعايد. احسن كشلول ياخذ الكره متسلسله لصلاح الدين بصير وثم خالد بدر قبله. توصل لمنير بوقديل وسراج الدين الشيحي. خالد بدر يحاول يصعد للهجوم. حسن القيبسي فتيش علي الزيتوني حاول يبعد عن عبد الكريم الحضريمي وثم تدخل من رشيد بن محمود وثم حسن القيبسي وثم الكره لصالح المنتخب المغربي. الكره لصالح المنتخب المغربي حسب اشاره الحكم فالاندو بسترجع لصالح المنتخب المغربي بمخالفه جانبيه. وطبعا اللحظات الاخيره في هذه المباراه وبدات حظوظ المنتخب التونسي تتضاءل لأن المنتخب التونسي في صورة هذا التعادل دون أهداف تصبح نيجيريا والمغرب في المرتبة الأولى بأربع نقاط، الكونغو في المرتبة الثالثة بنقطة، وتونس في المرتبة الرابعة بنقطة بطبيعة الحال بفارق الأهداف، وتونس تبقى إلا كلين، والكونغو إلا واحد، والمغرب زائد واحد، ونيجيريا زائد اثنين، وهكذا ستكون التعادل 0-0 بين المنتخبين التونسي والمغربي. وبطبيعة الحال حظوظنا تضاءلت في هذه الدورة 22. طبعا لابد من الفوز على المنتخب الكونغولي بفارق عريض حتى ممكن تترشح تونس الى الدور ربع النهائي، ولو ان الامر اصبح صعبا الى ابعد الحدود. هكذا اذا انتهى هذا اللقاء. مع تحية عبد الرحمن العش والمنجي النصري والى اللقاء.